أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هاشتاج وتتابعونا فيها. هاشتاج محدش نزل الأكثر تداولا بمصر مزيحا، هاشتاج ثورة الغلابة، وافتحوا الميادين من صدارة تويتر، والأمن الأردني يمنع اعتصاما للاحتجاج على اتفاقية الغاز مع إسرائيل، ومدونون يعتبرون غاز العدو احتلال، ونشطاء حول العالم يتداولون مقطعا لزيارة الممثل العالمي ليام نيسون لخيام اللاجئين. كل هذا وأكثر في هاشتاج تابعونا. أهلا بكم إلى هذه الحلقة من هاشتاج، ندعوكم دوما أن تكونوا ضيوفنا مباشرة على الهواء عبر حساب سكايب اي جي مباشر، وبإمكانكم أيضا أن تشاركونا عبر حسابينا على تويتر وفيسبوك في اختيار مواضيع الحلقات والتعليق عليها، فضلا عن الإجابة على استطلاعات الرأي والتي نجريها يوميا. واستطلاع رأي اليوم ننشره لكم عبر تقنية فيسبوك لايف على صفحتنا، وسؤالنا هو: أي اللاعبين تفضل؟ إذا كان اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو فبإمكانك الضغط على علامة لايك، وإذا كان اللاعب المفضل لديك هو الجزائري رياض محرز فبإمكانك أن تختار الضحكة، أما إذا كان اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي فاضغط على القلب، أما إذا كان لاعبك المفضل هو محمد أبو تريكة فبإمكانك أن تكتب تعليقا باسمه. شاركونا. محدش نزل، هاشتاج تصدر تويتر عصر اليوم بمصر تعليقا على مظاهرات قدرها البعض بالمئات وآخرون قدروها بالآلاف في محافظات الجيزة، الفيوم، الإسكندرية، البحيرة والسويس، وذلك استجابا لدعوة تحت شعار ثورة الغلابة أطلقت عبر صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صور متفرقة تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل توضح استخدام قوات الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريط متظاهرين في محافظة الجيزة في مصر. نتابع. إذن هذه الصور التي جاءت من محافظة الجيزة في مصر أوضحت صور أخرى مسيرات جابت الشوارع في عدد من القرى والمدن دون أن تحتك بقوات الأمن، والتي انتشرت في الميادين الكبرى وأغلقت العديد من الشوارع الرئيسية بالعاصمة وبعدد من المحافظات، وقامت باعتقال العشرات قبيل وأثناء وبعد التظاهر كما سنتابع في هذه اللقطات أيضا. Thank you.
إذن مسيرات حدثت اليوم في مصر. أيضا تداول آخرون مقطعا لوالد أحد ضحايا انقلاب 3 يوليو وهو يتظاهر بمفرده مطالبا بالقصاص لمقتل ابنه. نتابع إذن هذا المقطع. أنا ههتف وحدي وأنادي، وأنا اللي هجيب حق ولادي، أنا اللي ههتف ضد العسكر. يسقط يسقط حكم العسكر، يسقط يسقط حكم العسكر، يسقط يسقط حكم العسكر. النهاردة 11/11، مفيش حد في البلد نزل خلاص، أنا هنزل لوحدي، ونزلت لوحدي بالفعل، مش منتظر حد. أنا أدعم ثورة الغلابة لأن أنا من الغلابة، وأنا اللي اتقتلت، وأنا اللي اتسجنت، وأنا اللي اتطردت من بيتي، فهنزل وحدي واهتف وحدي. يسقط يسقط حكم العسكر، يسقط يسقط حكم العسكر. كما شاهدنا أيضا هذا المقطع، على الجانب الآخر تداول مدونون مؤيدون للنظام المصري مقاطع عدة تبرز الهدوء الذي ساد في القاهرة وبعدد من المحافظات، مدللين بذلك على فشل ما أطلق عليه ثورة الغلابة وقاموا بتداولها عبر هاشتاج محدش نزل، فالشوارع كانت فارغة، والدليل عند الأستاذ إبراهيم كما يقول مشاهد. ادي 11/11 يا باشا، بنلعب طاوله اهو يا باشا، اهو الشارع اهو يا استاذ ابراهيم، الشارع في التكاتك شغاله اهي، برضه بنلعب طاوله اهو والله. وبص الدنيا كلها مبسوطه اهو يا استاذ ابراهيم. اذا استاذ ابراهيم يرى ان الشوارع كانت فارغه طوال اليوم، والمشير في ميدان التحرير. هذا هو المقطع والذي أثار تساؤلات العديد من المدونين والنشطاء. فقد شهد ميدان التحرير مرور سيارة المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق وتوقفها لمصافحة بعض المواطنين، واللافت أن كاميرات الصحفيين والقنوات كانت هناك بمحض الصدفة لتصوير هذه أو هذا المرور العابر. ان شاء الله. انت حبيت تقول لي مصر النهارده يا فندم؟ ربنا كريم. سياده المشير، يا سياده المشير، مش هتوصلنا عنده يا حاج اشوفه والله. ان شاء الله ربنا يا سياده المشير. ربنا يخليك. قول لي الفريق سمعنا فين؟ سمعنا في بيته بقى. ربنا معايا يا رب. كبر. يا فندم. بقول لك ايه؟ يا فندم. النبي قول له يا سياده الفريق سياده الشرعي. عايزين نعدم الاخوان. ان شاء الله ربنا حياتك. يا فندم. عايزين نعدم الاخوان يا جماعه. وانا نعدم وانا نعدم. كلنا شعب. اهو. يا سيادة المشير، عايزين نعدم الاخوان يا باشا. لو كنا عدمنا يا باشا الحوكل، يا باشا تموت. يا سيادة المشير، انا يا باشا، انا في يا باشا، معاكم والله العظيم ما شفناش حاجه في وقتك وفي عهدك، اللي بنشوفه ده ما شفناهوش. عايزين نعدم. قدرا كان الجميع هناك إذن في هذه اللحظة. أيضا تغريدات كثيرة جاءت لتعلق على هاشتاج ثورة الغلابة، افتحوا الميادين وما حدش نزل. نتابع أبرز هذه الهاشتاجز. مريم كتبت على سبيل المثال قائلة: آن للحرية أن تدق أبوابنا، آن للظلم أن يزول، على هاشتاج افتحوا الميادين. هاشتاج محمد محدش نزل. محمد يضيف: الشعب كله بيتكلم على الشعب كله، إنه منزلش اليوم، على هاشتاج محدش نزل، وعلى هاشتاج افتحوا الميادين. مجدي أيضا يضيف: بعد مرور يوم 11/11 على السلطة دون أي تغيير يذكر، انتظروا أيها الشعب قرارات اقتصادية أكثر ظلما على الفقراء. أيضا بدورنا نتابع الآن نتيجة استطلاع الرأي والذي أجريناه الليلة عبر حسابنا على تويتر، وكان السؤال: ما تقييمك لما شهده الشارع المصري اليوم إثر دعوات ثورة الغلابة وافتحوا الميادين؟ محدش نزل 42%، ومصر شهدت مظاهرات عديدة بحوالي 40%، بينما غرد 19 آخرون بآراء أخرى عبر حسابنا
على تويتر. الآن نترككم مع أبرز الصور والتي جاءت لتعبر عما شهده الشارع المصري اليوم. نتابع. إذن فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. إذن منعت قوات الأمن الأردنية اليوم الجمعة متظاهرين من الاعتصام أمام مقر رئاسة الوزراء في العاصمة عمان احتجاجا على توقيع الحكومة الأردنية لاتفاقية الغاز مع إسرائيل، وقامت باعتقال عدد من المتظاهرين قبل أن تفرج عنهم بعدها. وتداول النشطاء صورا تبرز هتاف المتظاهرين عقب الإفراج عنهم، رافعين لافتات كتبوا عليها غاز العدو واحتلال واتفاقية العار والشعب يريد إسقاط الاتفاقية، وهي هتافات تحولت إلى هاشتاغ تصدر تويتر بالأردن اليوم. كما تداول مدونون مقطعا لمنع قوات الأمن لإحدى الصحفيات من تصوير لحظات اعتقال المتظاهرين. نتابع. يلا يلا بعدين تصور، ارجع لورا. كيف انا اصور؟ يعني بدك تعتقل بعدين اصور؟ شو استفدت؟ بدك تعتقل بعدين اصور؟ شو استفدت انا يعني؟ يلا اذا سمحت. الله يخليك يا اخي، ما بتقدر تمنعني اصور. أيضا على هاشتاغ غاز العدو واحتلال نتابع البعض من هذه التغريدات والتي جاءت عبر تويتر، وكذلك أيضا على فيسبوك جهات كتبت قائلة: أنا مش قادر أفهم ولا استوعب كيف ممنوع أعترض على اتفاقية تم توقيعها دون إذني، مش الشعب مصدر السلطات. أيضا الإعلامي عدنان حمدان يقول: غاز العدو واحتلال وتوقيف النشطاء ولو لساعات لهذا السبب أمر معيب. أيضا ميسي كتبت على هاشتاغ غاز العدو واحتلال: في ظل الاعتقالات اليوم المشهد واضح، ليس هناك إرادة سياسية حقيقية للإصلاح. الآن نترككم مع أبرز الصور والتي جاءت عبر هاشتاغ غاز العدو احتلال. تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا يبرز قيام سفير اليونيسف للنوايا الحسنة الممثل الأمريكي المعروف ليام نيسون بطل سلسلة أفلام تيكن بزيارة لمخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، والتي استغرقت يومين والتي اصطحب فيها ابنه الأكبر مايكل، حيث التقى ليام نيسون باللاجئين السوريين وأسرهم من أطفال وفتيات. وذكر الممثل الأمريكي في ختام زيارته لكل شخص قصة تتحدث عن خسارة وفقدان وعلى ما شهده من أحداث مروعة لا ينبغي لأحد أن يشهدها، وخاصة الأطفال. أقدر القوة التي يتمتع بها الأطفال الذين التقيتهم وذلك البريق المشع في عيونهم، خاصة الفتيات يريدون أن يصبحوا أطباء، محامين ورجال شرطة ومهندسين كي يبنوا وطنهم حين يعودون إلى سوريا. الأثر العميق للتعليم عليهم يثلج الصدر، لن أنساهم أبدا. نتابع الآن جانبا من هذه الزيارة في المقطع التالي.
No Arabic, no Arabic in this one. No Arabic. My doors are working, my friends are bringing, small hearts are begging, give us a chance, please. هو نحن كأننا نازحين الحمد لله. For our situation as refugees, yeah, it's good. Dear for us to come in groups in like immediate families. We couldn't come all together. شوف شو طلع من أمك كمان أنت جح جح ما يقول لك جح طلع صوت جح My name is Ahmed Brides you know all old times يعني كل الأصناف أي موديل في العالم يجي يطلع إذن الصور من مخيم الزعتري أيضا تداول نشطاء مقطعا يبرز تطوير باحث من إستونيا تطبيقا على الهاتف المحمول يمكن أي شخص من رسم الصور على أي سطح أو على الحائط، ويمكن للجهاز رسم لوحة بأبعاد مترين في مترين، ويقول صاحب التطبيق إنه يعمل على زيادة مساحة السطح الذي يمكن الرسم عليه إلى 10 × 10 أمتار. دعونا نتابع إذن هذه التقنية الجديدة. نتابع. كل يوم إذن جديد. بهذا مشاهدينا تكون حلقة الليلة قد انتهت. تذكروا دوما أن تراسلونا بقضاياكم وقصصكم لعل واقعا يتغير أو على الأقل وعيا يزداد بهاشتاج في اللقاء.